بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة عن كأس العالم واللي بيحصل في كأس العالم والمهزلة اللي احنا بنشوفها. يعني بصراحة احنا كلنا متوقعين إن في فرق هتكسب وفرق هتاخد كأس العالم وهتصعد دلوقتي اللي هي نازلة صوت آخر والأول هناك. البرازيل غلبت كرواتيا بضرب الجزاء من أقل شيء. ألمانيا يعني فشخت من هولندا 5، وبصراحة يعني كلنا كنا متوقعين إن ألمانيا هي اللي هتاخد هولندا وأنا بسمع كريك، بس ما علينا أمرنا لله. إنجلترا وإيطاليا، إيطاليا جابت أجوانين ونامت عليهم وإنجلترا ماتت جنبها. حرام والله، حرام في كأس العالم يعني يحصل فيهم إيه. بعد كده نروح بقى إيه الأرجنتين غلبت بالعافية. تروح فرنسا كانت بتلعب نفسها تدريبات. نادي مين يا ولاد؟ طب نشجع مين يعني؟ هنشجع اسبانيا الغالب تمشي وروح عن الموضوع. اشجع انجلترا اوروجواي خدتها عن طريق التحول. كوستاريكا وايطاليا قلنا ايطاليا غلبت انجلترا وها هتعجب. هنا كوستاريكا غلبت امبارح المانيا وغانا. اي نعم كنت بحب غانا، هي برضه كانت معلمة علينا قبل كده، بس منتخب افريقي ولازم نشجعه. عامل ماتش حياته قدام ألمانيا، ده إيه المونديال اللي ملوش كبير ده يا جدعان؟ نشجع مين؟ طب مين هياخد؟ طب نروح فين يعني؟ يعني أشجع مين أنا؟ هي البرازيل؟ أنا خايف من البرازيل تتغلب الماتش الجاي يعني، أستراليا مش عارف مين الماتش اللي جاي. فين؟ طيب إنجلترا روحت، مين اللي هياخد كأس العالم ده؟ مين؟ حد يقول لي مين طيب؟ يعني أنا عايزكم تشاركوني وتقولوا لي مين اللي هياخد كأس العالم، لأن أنا بصراحة أنا متواضع، مش عارف أشجع، أنا كل اللي أنا أشجعه كل فريق شجعوا يقول لي اشجع مين يا ولاد؟ انا مش بشجع حد السنه اللي فاتت.